السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أنيسة. وصفة تاع اليوم صابلي بدوق الليمون، ان شاء الله كتعجبكم الوصفة تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، ديروا جيم، تخليلو تعليق لتحت وتعطوني رايكم في الوصفة تاع اليوم. ان شاء الله تجربوها لانها ناجحة 100%، اقتصادية، وتقدروا ما تديروها في العراس ولا في الاعياد ولا اي مناسبة عندكم. هنايا نتوما وحساب الذوق تاعكم. بالنسبة للمقادير عندي 250 غرام زبدة تكون عند درجة حرارة الغرفة، كاس سكر، كذلك كاس مايزينا، زوج بيضات كاملين مع الاكستري تاع القارص، خميرة، كيس خميرة، وكذلك فرينة حسب الحاجة. دايما اول حاجة انا نحب نخلط الزبدة مع سكر غلاس مع سكر ناعم والبيض، بعد نضيف الاكستري تاع الليمون. بالنسبة تاع الليمون انتوما هنايا على حسب الذوق تاعكم، ضيفوا نص ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة، انتوما شحال حبيتو الليمون تاعكم تجي النكهة تاعو في العجينة. انا كذلك درت المايزينا، المايزينا دايما مع الخميرة والفرينة، هنا اللي نخلطهم. هنا كي نبداو نضيفو في الفرينة، وقتاش تشوفوا الفرينة تاعكم تحبسو، اذا كنتو تخدموا في المول تاعكم تاع الزجاج، غير ما تشوفوا العجينة تاعكم بدات تتلم من الاطراف، يعني في الحاشية تاع البول تاعكم تاع الزجاج، تحبسوا الفرينة، لانها غير ما العجينة تاعكم تتلم كي خلاص، يعني كي ما نقدروش نزيدوا الفرينة، كي ما توليش العجينة تلصق لكم في هذه في البول تاعكم. راح نفرك الحاجينة تاعنا، راح نحللها. بالنسبة هنايا اذا كنتو شوفوا كده كنتو حديروا الحلوة تاع عرس، ديروها خشينة، يعني انا ندير الطبقة 1 سنتيم 1 سنتيم، اذا لانه حتزيد تطلع. اذا حديروها العادية وهكذا ديرو، تقدروا ديروها الى يعني نصف سنتيم. هنايا راح نطيبها. درت انا هذا الشكل الطابع تاعي تاع الورقة ولا تاع الدمعة، راح نديرها طيب. شوفوا طيب، نديرها نطيب غير من تحت، غير ما تشوفوها هكذا صفارت خلاص، حمرت من تحت خلاص، لانه اصلا ماشي خشينة، وطيب لكم تمتم. انا هنا عندي نسلي باش نلصقها به، باش نلصق كل حبة مع حبة، نلصقها بنسلي كنت طيبتو كنت حضرتو، ولا كريم كراميل اللي متوفر عندكم، حتى انكم تقدروا ديروا المعجون. مي الكريم كراميل مع ذوق الليمون عبالكم حلوة رهيبة، عبالكم بزاف بزاف بنينة، انو هذه الوصفة بزاف يحبوها. بالنسبة للطلية تاعنا ولا الكراساج راح نديرو من فوق، نطلي به الصابلي تاوعي. اول حاجة هنايا درت كيلا سكر. بالنسبة للوصفة تاعي راح نستحق 3 كيلات سكر مع الاكستر تاع الليمون، شوية ملون اصفر، اي كذلك مزهر، وملعقة صغيرة زيت. هنا راح ننخل نفوتو ننخل السكر تاعنا مليح باش ما يجينيش الحبيبات تاعو كي يكونوا نخدمو به. راح ندير شوية الاكستري تاع الليمون. بالنسبة للاكستري تاع الليمون هذا يتتبع هكا قرعة تجي معمرة، دير 10,000، يجي نكهات متعددة. انا نحب تاع الليمون، نحب نستعمل تاع الليمون، نديك تقدر تستعملوه في بلاصة القشور تاع القارص. هنا راح ندير شوية في كاس ولا اي حاجة هكايا، ندير شوية ملون اصفر، نحب نخلطه مع المظهر باش نضيفه للسكر الناعم تاعنا. درت انا ملعقة صغيرة زيت باش تعطيني هذيك الهشاشة وتعطيني هذيك اللمعة. راح نخلط بالفوي، ولا تقدروا تستعملوا اليد تاعكم من الدتخة. انا نحب السكر الجلاس نخدمو عجينة، يعني نفوت هنا عجنه ومن بعد نفتحه بالماء الزهر. دايما الكراساج تاعنا نفتحوه بالماء الزهر، ما نديروش الماء، ماء الزهر. راح نخلط هذاك صفار كما شفتوا، ان شاء الله راكم تفهموا بهذا الشكل، حتى يوليكم السكر الناعم تاعكم عباره عن عجينه هذا الشكل. ومن بعد نبدا نضيف 2 كيلات تاع السكر اللي بقاو لي هكذا باش تكفيكم. بالنسبه هنايا كما تشوفوا انا ضفت 2 كيلات هنايا، وراح نبدا نضيف المظهر تاعنا بالعقل. ضفت 2 كيلات من هادوك، وانتم على حسب الكيلة اللي درتوه حبيتوا تستعملوا. درت انا كمان هذه كميه المظهر اللي كنت درتها مع الملون الاصفر باش يجيني شويه اللون تاعو قاصح. وهنا راح نبدا نفتح بالماء الزهر تاعنا حتى نتحصل على القوام اللي نحوس عليه حنايا. دوك هنايا اذا تحبوا تطلي خشينه ديروها شويه ثقيله على هذه،
إدانة خفيفة، نحب الطلية خفيفة في الصابلي، ماشي حاجة اللي درناها بالكوكا ولا. راح نطلي الصابلي تاعي هكا خفيفة كما شفتوها، مش ما تجيكمش حلوة بزاف، بس كل الأغلبية كاين اللي نحبوا لي صابلي لأنهم ما يجيش فيهم الحلاوة بزاف. هنايا بعد ما ندير زينها بالورد، أنا هدايا الورد المجفف، او التزيين تبقى لكم طريقه اختياريه. نخليها تنشف، بعد ما نخليها تنشف راح بالموس نمسح الاطراف تاعها بالموس، الحاشيه تاعها ديك اللي تحت بالموس. درت فيها عقاش رقيق هذاك اللي يتباع دائما اللي نقدروا ناكلوه، مي ما تكثروش منه لانه من داك كاين اللي يجيهم يابس مع اسنانهم ما يقدروش يهضموه. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله كانت عجبتكم، وحشيشة وبنينة شكلها رائع، ان شاء الله تجربوها. نتلاقاو في وصفة جديدة.